بسم الله الرحمن الرحيم. I am دكتور أسماء عمر عطلة. كنت معاكم في محاضرتين سابقين عن الـ Epidemiology of Infectious Disease وعن الـ Prevention of Infectious or Communicable Disease. النهاردة إن شاء الله هناخد example على الـ Epidemiology of some important arthropod-borne infections. الإبيديميولوجي of some arthropod-borne infections إن شاء الله هناخد 3 viral infection و 1 example of bacterial infection. كالعادة زي ما قلنا دايما بيبقى عندي reference و sources عشان ناخد منها معلوماتنا فيها. الأرثروبود-borne infection هي different diseases. الفيكتور فيها بيختلف في حاجات كتير. احنا هناخد examples بس كابليكيشن. زي ما قلنا هنتكلم عن اليلو فيفر والدينجو فيفر والريفت فالي فيفر ودول أرثروبود بورن فيرال انفكشن. وان اكزامبل فور باكتيريال انفكشن اللي هو البريك, ودي امبورتنت انفكشن نواديز حصل فيها كلام كتير. هيبقى حاجة مفيدة جدا ان احنا نسترجع مع بعض الديزيزز دي بالإبيديميولوجيكال فيتشرز بتاعها. الفيرست وان هو اليلو فيفر. واليلو فيفر دي من المفترض ان كان مفيش حالات كتير فيها, وان احنا لسه في الزمن ده بنتكلم عن اليلو فيفر والحمى الصفراء. في فاكتورز كتيره بيهايند انكريز الانسيدنس والسبريد بتاع اليلو فيفر واذر ارثروبود بورن انفكشنز, وهنتكلم ان شاء الله عن الفاكتورز. بسم الله الرحمن الرحيم. I am دكتور أسماء عمر عطلة. أنا عندي الأورجانيزم بتاعي هو اليلو فيفر فيروس. اليلو فيفر is an acute viral hemorrhagic disease transmitted by infected mosquito. كلمة يلو زي ما احنا شايفين في الصورة, عندي deep jaundice. اليلوش كاريشن بيبقى ماركت جدا, عشان كده سموها اليلو فيفر. اليلو فيفر زي ما قلنا أرثرو بونيتك انفكشن, فيكتور بورن, بيرسون تو بيرسون ترانسميشن, كوزد باي اليلو فيفر فيروس, وده نوع من الفلافي فيروس. الفيروس ده هنعرف ان في انواع من اليلو فيفر. في موجود في الغابات جانجل يلو فيفر, وفي في دوميستيك يلو فيفرز الاربن سوري يلو فيفرز, وفي سيمي اربن يلو فيفر. الفيرست اكاونت اوف سيكنس دايجنوزد از يلو فيفر اوكيرد سنه 1648. الكوزيتيف ايجنت هو جينياس فلافي فيروس. الفيكتور بتاعنا هو الايديس ايجيبتيا موسكيتو. في عندي نون هيومن بريميتس مينتين الديزيز اللي هو المونكي. الريزرفوار في الاربن اريا, عندي الريزرفوار بتاعنا لو نفتكر ونرجع للتشين اوف انفكشن, الريزرفوار اللي بيبقى الهابيتيت بتاع الفيروس اللي بيحصل فيه مالتيبليكيشن. عندي هنا الهيومن والايديس ايجيبتيا. هاي الايديس ايجيبتيا ات از ا فيكتور فور ترانسميشن ولا ريزرفوار؟ هنقول ليه انا بعتبرها ريزرفوار اوف انفكشن في الليكشر ان شاء الله. في الفيرست اريا عندي الفيرتبريتس اللي هو المونكي, ده الريزرفوار اوف. احنا قلنا قبل كده ان الريزرفوار اوف انفكشن ممكن يكون هيومن, ممكن يكون انيمال, ممكن يكون الانفايرمنت. المود اوف ترانسميشن اليلو فيفر لها هيستوري كده لازم نفهمه. الايديس ايجيبتيا بايتس after the mosquito has fed on infected monkeys. Several different species of Aedes and Hemococcus mosquito transmit the virus. The mosquito either breed around the houses, domestic, in the jungle wild, or in both habitat semi-domestic, زي ما هنشرح بالتفصيل دلوقتي. الأيديس ايجيبتيا mosquito في المود of transmission هنشوف ان هي المفروض ان هي bite infected person. هي بتقرص شخص عنده الانفكشن. بيدخل لها البلد في الموسكيتو,
بيمر بمرحلة جواها هنشوف دلوقتي اسمها Extrinsic Incubation Period، وبعد كده بتروح تبايت Susceptible Host وترانسميت الانفكشن له. الترانسميشن سايكلز وفيلو فيفر فيروس، الجزء ده مهم جدا، بيشرح انواع اليلو فيفر والمود اوف ترانسميشن. انا عندي هنا في الجانجز في الفورست في الغابات، انا عندي نون هيومن برايمتس اللي هو المونكي، وعندي الفيكتور اللي هو الموسكيتو. والموسكيتو هنا بتبقى نوع من الايدس اسمها افريكا ايدس افريكانس، وفي نوع امريكان اسمه هوموجوجاس سبيشيز، دي ديفرنت سبيشيز يعني من الموسكيتو، بتبقى هي الفيكتور اوف ترانسميشن. وعندي الايه الريزرفوار هنا بيبقى المونكي. بعد كده عندي في الاربن ارياز الاماكن اللي الناس الهابيتنت عايشه فيها، بيبقى في الهيومن هو الريزرفوار والايديس ايجيبتيا هي الفيكتور بتاعي. في الاماكن الوسط اللي ما بين الفورستس والهيومن في النص عندي بقول سيمي اربن، هنا بيكون الهيومن والانيمال الاثنين هما الريزرفوار في انفكشن بتاعي. والموسكيتو بسميها سيمي ديموستيك ايديس سبيشيز. في الفورستس طبعا بيبقى في حالات قليله، فبتبقى عندي اوكيجنال كيسز. في الاربن كيسز بياخد عدد كبير قوي من الناس، فبيبقى عندي لارج ايبيديميك. في النص في السيمي اربن بيبقى عندي سمول ايبيديميك. دي الترانسميشن سايكلز بتاع اليلو فيفر فيروس. الماجنيتيود اوف ذا بروبلم لحالات اليلو فيفر، انا عندي انوالي worldwide في عندي 200,000 كيسز من اليولو فيفر، بيضاي منهم 30,000 ديسس worldwide each year. حالات الفيرال انفكشن، وينطبق ده يمكن على حالات الكوفيد 19 عشان هو الحدث اللي كل الناس مهتمة بيه دلوقتي، زيه بيتمثل يشبه جدا اليولو فيفر والدينجو فيفر والريفت فالي فيفر، ان بلاقي عندي حوالي 85% من الكيسز بتبقى مايلد انفلونزا لايك سيمتومز وممكن تباس ان نوتست وما يبقى لهاش اي امبورتانس. سيلف ليميتد 15% من الحالات بيكونوا سيفير، 50% من السيفير كيسز هم اللي ممكن يحصل لهم ديس. دي الفاتيريتي ريت. طبعا الصوره الموجوده في السلايد دي بالنسبه للافريكا بتحدد لي قوي وتوضح لي الهيلث بيردن والايكونوميك بيردن على الافريكان بيبل، من الانفنت مورتاليتي، من الاتش اي في، من البريماتيوريتي، من السيفل وور وكونفليكت، كمان بيبقى عندي فايرال بور ارثر بوت بورن انفكشن بيزود البردن ده على الافريكان كانترز. اليلو فيفر زي ما احنا قلنا انها كانت من الديزيز اللي بدات تختفي من العالم، لكن في تشينجز حصلت، في كلايماتيك تشينجز وفي حاجات كتير ادت لظهور عدد كبير من الديزيزز اللي احنا ممكن نقول عليها ري ايمرجينج انفكشن، زي ما اتكلمنا في المحاضرات السابقه ان بدات تقل وبدات المستوصفات والاماكن بتاعتها نسبه كبيره منها خلاص يقول ان هو ما عادش حالات ريكوردد عنده، وبدات بعد كده يظهر عندي ظهور حالات اكتر. ايه الكوزز بيهايند الابيرانس او الانكريز الانستنس اوف ارثروبود بورن انفكشن ومنها اليولو فيفر والسبريد بتاعها لاذر كونتريز؟ عندي ان جنرال ديكلايننج البوبوليشن اميونيتي، السسبتابيلتي بتاعت الانفكشن للناس زادت قوي، وزي ما قلنا قبل كده قد يكون ده بيهايند نيوتريشنال فاكتورز، سيدنتري لايف، لاك اوف فيزيكال اكسرسايز، الاسترس بانواعه، كل ده حاجات كتيره جدا، الانفايرومنتال بوليوشن، فاكتورز كتيره قوي
قللت الاميون سيستم بتاع الهيومن وزودت السسبتابيليتي للانفكشن. الديفورستريشن اللي هو تقطيع الغابات، ودي حاجه منتشره جدا، دي لها فاكتورز في حاجات كتيره قوي، ومن ضمنها ان انا كانت الموسكيتو موجوده في الفورستس دي. لما انا بعمل ديفورستريشن بيحصل سبريد للموسكيتو دي من الفورستس، من اماكن الغابات الى الاماكن الايه الاربن اللي عايش فيها الناس. والاربنايزيشن البوبوليشن موفمنت، كان ممكن كل بلد محتفظه بالانفكشن بتاعها وقافله على نفسها، لا حد بيدخل لها ولا حد بيخرج منها، يبقى انا بعمل كده ليميتيشن للسبريد اوف انفكشن. لكن مع زياده البوبوليشن موفمنت وزياده الانترناشنال ترافل بدا يحصل سبريد للانفكشن من كونتري تانية، على اساس ان مفيش لو في ديفكت في الميجرز الانترناشنال ميجرز المفروض تتاخد عشان امنع انتقال الايه الانفكشن. لابسنج اوف موسكيتو كنترول بروجرام، ان عندي الفيكتور اوف ترانسميشن هو الموسكيتو، لو انا قدرت احمي نفسي من الموسكيتو واقضي على الموسكيتو ده يبقى انا خلاص قطعت السايكل بتاع الانفكشن ده. لكن في ديفكت في الموسكيتو كنترول بروجرامز. كمان في حته مهمه في الانفايرومنتال قلناها، ان في الكلايماتيك تشينجز والجلوبال وورمنج وانكريز الايرث تمبريتشر زياده درجه حراره الارض، من الحاجات اللي ادت الى ان الموسكيتو دي تقدر تطير لمسافات اعلى وتقدر تعيش لفترات اكتر، فده كان behind increase the incidence of this infection. انا عندي اليولو فيفر دي موجوده في افريكا وامريكا، موجوده في افريكا في حوالي 31 كونتري، في منطقه بنسميها اليولو فيفر بيلت، حزام اليولو فيفر في افريكا، ده بيبقى ما بين خط عرض 15 نورث و 10 ساوث، وبيبقى بيشمل حوالي 31 كونتري اليولو فيفر انديميك فيها. وفي امريكا بياخد عندي الساوث اند ايست امريكا حوالي 13 كونتري. الانسيدنس اللي هي 200,000 دي بتيجي من حوالي 900 مليون بيبل، وده بيحدد لي قوي الايه الماجنيتيود اوف ذا بروبلم. وطبعا زي ايه انا بتكلم هنا، ما بتكلم عن الديستريبيوشن لان احنا قلنا في الابيديميولوجي انا بدرس الديستريبيوشن والديتيرمينانس بتاع الديزيز. فده الديستريبيوشن، ده اليولو فيفر بيلت في افريكا والكونتريز الموجوده في الساوث اند ايست امريكا. ده اللي يحب يعرف الكونتريز بالظبط اللي هي فيها اليولو فيفر انديميك ديزيز. وده مهم قوي ان لو اي شخص عايز يترافل لكونتري من دي، لا سواء لورك او مجرد عمليه سياحيه، يبقى عارف ان الكونتريز دي فيها اليولو فيفر انديميك، وايه البروكوشنز المفروض ان انا اخدها قبل ما ممكن اسافر لكونتري من دول. طبعا هو بالنسبه للكلينيكال بيكتشر معانا احنا ما بنركزش عليها طبعا قوي، ان في اكيد في التروبيكال ميديسن والحاجات دي هيعملوا الحاجات دي ان ديتيلز، لكن هي اليولو فيفر بتمر زي معظم الارثروبود بورن انفكشن. الفيرست ستيج عندي بتبتدي بهيدك بمسل اند جوينت ايك فيفر لوس اوف ابيتايت فوميتنج، بتقعد حوالي من 3 ل 4 ايام وبعد كده ممكن ايه تروح، بالظبط زي ما احنا بنقول المانيفيستاشن اللي احنا بنطبقها زي حالات الكوفيد 19 بتبقى انفلونزا. بعد 3-4 ايام الفيفر والاذر سومتوم جو اواي بتروح، موست بيبل ويل ريكفر ات ذيس ستيج، بات اذر زي ما قلنا 15% هيدخل على المرحله السيفير الدينجر ستيج في خلال ال 24 ساعه. البيريد اوف انتوكسيكيشن المرحله السيفير بقى في مالتي اورجان ديسفانكشن، ذيس مي انكلود ليفر او هارت او كيدني فيلير بليدنج ديس اوردر هيموراج برين ديسفانكشن، وبيدخلني بقى في ديليريوم وسيزرز وكوما اند ديس، ودول 50%، وده فعلا برضو نفس اللي بيحصل في حالات الكوفيد 19، ان انا الحاله بتبتدي بانفلونزا لايك مانيفيستيشن وبعد كده معظم الحالات باس ان نوتست، حوالي 85% من الحالات، 15% بيدخلوا في السيفير ستيج، 50% من السيفير ستيج هم اللي ممكن يدخلوا لي في يوصلوا لمرحلة الدس، وخصوصا لو مفيش
جود سبورتيف تريتمنت. وفي السيفير ستيج برضو دايما بيبقى فيه مالتي اورجان ديسفانكشن، ليفر، رينال، سيفير بليدنج، ويبقى كوز اوف ديس للبيشنت. بالنسبه للبريفنشن اوف يلو فيفر، وده فيري امبورتانت، يلو فيفر مهمه قوي عندي، وبتبقى حاجه كويسه جدا ان انا اقدر احقق الحصول على فاكسين يبقى هايلي افكتيف ويبقى سيف ويبقى افوردبل. في عندي اللي هو الفاكسين بتاع اليلو فيفر، ال 17 دي فاكسين. الفاكسين ده بيتاخد، بيبتدي الافكت بتاعه بعد 10 ايام ولاست حوالي 10 ييرز افتر الايه الادمنستريشن. ده لايف اتينويتنج فاكسين سنجل دوز لاست اب تو 10 ييرز اور مور. بوستر شوت از نيدد افري 10 ييرز اف continued of risk of the disease. طبعا هنقول ان انا هو كونتر انديكيتد في الاطفال اقل من 9 شهور وفي البريجننت الا في كيسز معينه زي ما هنتكلم دلوقتي. الفاكسينيشن ريكومندد فور ذوز ترافلنج تو افكتد ارياز هاوس نون نيتيف بيبل تند تو سفر مور سيفير ايرنس وين انفكتد. البروتكشن بيجينز باي ذا 10th داي زي ما قلنا بعد 10 ايام. Administration في 95% من البيبول and lasts for at least 10 years. About 81% people are still immune after دي أعتقد 13 years. The attended life 17 دي strain vaccine was developed سنة 1937. المهم إن أنا عندي 17 دي vaccine، ده life attenuating vaccine، بديه للناس اللي عايشين في الانديميك اريا والناس اللي مسافرين للانديميك اريا، وبيشتغل بعد 10 ايام وبيقعد الافكت بتاعه 10 سنين وهو هايلي افكتيف. اليلو فيفر زي ما احنا قلنا انها كاتم الديزيز اللي بدات تختفي من العالم، لكن في تشينجز حصلت، في كلايماتيك تشينجز وفي حاجات كتير ادت لظهور عدد كبير من الديزيزز اللي احنا ممكن نقول عليها ريإيمرجينج انفكشن زي ما اتكلمنا في المحاضرات السابقه، ان بدات تقل وبدات المستوصفات والاماكن بتاعتها نسبه كبيره منها خلاص يقول ان هو ما عادش حالات ريكوردد عنده، وبدات بعد كده يظهر عندي ظهور حالات اكتر. ايه الكوزز بيهايند الابيرانس او الانكريز الانستانس اوف ارسبوت بارن انفكشن ومنها اليولو فيفر والسبريد بتاعها الاذر كونتريز؟ عندي ان جنرال ديكلايننج البوبوليشن اميونيتي، السسبتابيلتي بتاعت الانفكشن للناس زادت قوي. كونترا انديكيشن قلنا للتشيلدرن اقل من 9 شهور عشان اميون سيستم نوت ويل ديفلوبد هو لايف اتينويتنج فاكسين. البريجننت وومن بيبل وذ سيفير الرجي للايج بروتين اللي هو بيبقى الميديا بتاعته، بيبل وذ سيفير اميون ديفيشنسي وده طبعا، لكن في النهايه انا بحسب برضو الريسك بينفيت ريشيو، يعني احيانا ممكن اديه للبريجننت ماذر لو انا عندي سيفير اوت بريك وممكن خايفه من الديث ريت العالي قوي من الديزيز. طبعا في كل الارث روبوت بورن انفكشن لازم هنتكلم عن الفيكتور كنترول، والفيكتور كنترول ده انا ازاي احافظ على نفسي من الموسكيتو. في ديفرنت فاكتورز كتير قوي. طبعا لو احنا بنتكلم كده عامه، لو انا في بيتي وعايزه احمي نفسي من الموسكيتو انها ما تقرصنيش، بنعمل ايه؟ اما ان انا بستعمل انسكتسايدز ودات حشريه ودي لها برضو سايد افكتس، او بنستعمل الناتشرال نتس الناموسيات الطبيعية اللي كانوا زمان بيستعملوها علشان تعمل كفر للإنسان أثناء النوم وما يدخلوش الموسكيتو. بنحط السكرين على الويندوز، كل الويندوز بتاعتي بيبقى عليها سكرينز علشان ما تدخلش الموسكيتو. كمان في ممكن الريبيلنت اللي هي المواد اللي بتدهن على السكين عشان تنفر منها الموسكيتو وما تعملش بايت للهيومن. المفروض طبعا وده هنقوله في الدينجو فيفر كمان، اي سورس اوف ووتر لازم يبقى كفرد عشان ما يبقاش بريدنج بليسز اوف موسكيتو. وده هنا برجع بقى ان لازم اعمل بروبر انفايرومنتال سانيتيشن وبروبر ويست اند سويج ديسبوزال
collection and disposal. كمان الناس اللي بيشتغلوا في الأماكن الأوبن زي بقول مثلا الفورستس الوركرز اللي بيشتغلوا فيها لازم يكونوا لابسين بروتكتيف كلوزز علشان يحموا نفسهم من الموسكيتو بايت. اليولو فيفر انيشيتيف It is a preventive control strategy of vaccination led by WHO and supported by UNICEF and national governments with a particular focus in most high endemic countries in Africa where the disease is most prominent. It recommends routine infant vaccination, mass vaccination campaigns in high risk area, maintain surveillance and the outbreak response capacity. لان WHO زي ما قلنا ريكومند ان الاماكن اللي فيها اليولو فيفر انديميك لازم كل الناس تاخد الفاكسينيشن. وبعمل ستريس طبعا على او كامبينز على الناس الهاي ريسك اريا زي الوركرز اللي هم شغالين في الفورستس كاتنج اوف تريز واللي هم بيعملوا على حرس الحدود في الاماكن اللي هي على حدود البلاد وبيتعرضوا قوي للموسكيتو بايتس. الاكزامبل الثاني اللي عندي للارثروبود فايرال بورن انفكشن هو الدينجو فيفر. الدينجو فيفر دي اللي احنا بنسميها بين عامه الناس اللي هو البريك بون فيفر، وهنعرف ليه هي اسمها البريك بون فيفر. انا عندي الحقيقه في الاربع اكزامبلز بتوعي هنا سواء الثلاثه فايرال اليلو فيفر، الدينجو فيفر، الريفت فاري فيفر والبليك او ما يسمى بالبلاك ديث لو another name، والانذر نيم ده له explanation لسيمتومز ومانيفستيشن معينة للسيز فيرال انفكشن او بكتيريال انفكشن. الدينجو فيروسز اللي هي كوز الدينجو فيفر او البريك بون فيفر، وده واحد من الارثروبود بورن فيرال انفكشن، واحد من الهيموراجيك فيفرز. لها أربعة سيروتايب، كل سيروتايب provide specific lifetime immunity و short term cross immunity. يبقى كل واحد له specific lifetime immunity و short term cross immunity. كل سيروتايب ممكن تعمل severe و fatal disease. Genetic variation موجودة ما بين السيروتايب. بعض genetic variant within each سيروتايب appear to be more virulent or have greater epidemic potential. يعني دايما انا عندي جينوتايبس مثلا 1 و2 و3 و4، ممكن نقول جينوتايب 2 موست سيفير وجينوتايب 4 هو الليست سيفير، بيبقى الفيرولنس بتختلف اكوردنج للسيروتايبس. ويمكن الكلام برضو انا بحاول دايما ادخل الكوفيد لسه مش محددين السيروتايبس بتاعته، لكن لما بنلاقي ان في كانتريز الحالات فيها highly virulent و manifestation death rate عالي قوي و countries أقل، بنقول قد يكون في different serotypes مختلفة ما بين ال countries، وده بي explain ال different severity و ال virulence بتاعت الفيروس ما بين مكان للتاني وشخص للتاني. الدينجو فيروس احنا قلنا بيسبب الدينجو والدينجو هيموراجيك فيفر. ده نوع من الاربو فيروس transmitted برضو by الموسكيتو، عبارة عن single stranded RNA، واحنا قلنا له أربعة سيروتايب دينجو 1 و2 و3 و4. الـ impact of dengue fever during the 19th century في القرن ال 19 dengue was considered a sporadic disease that caused epidemics at long intervals. A reflection of the slow pace of transport and the limited travel at this time. Today, dengue ranks as the most important mosquito-borne viral disease in the world. زي ما قلنا قبل كده كانت كل disease limited في الكونتري بتاعته عشان ما كان في limited travel between the countries، وعشان كده كانت الحالات بتبقى sporadic وكل فترات متباعدة على ما يحصل epidemic. في آخر 50 سنة الـ incidence زادت 30 مرة. 34 an estimated 2.5 billion at risk people live in over 100 endemic countries and areas where dengue virus can be transmitted. يبقى انا كنت في اليولو فيفر بتكلم على 44 country، 31 في افريقيا و13 في ساوث اند سنترال لاتين امريكا،
حوالي 900 مليون شخص هاي ريسك، بيطلع منهم 200,000 انسيدنس ريت و 30,000 ديس ريت. هنا 50، هنا عندي 2.5 بليون ات ريسك بوبوليشن ان اوفر 100 انديميك كونتري. عشان كده بعتبره هو الموست امبورتنت فايرال بورن انفكشن. اب تو 50 مليون انفكشن اوكير انوالي ويز 500,000 كيسز اوف دينجو هيموراجيك فيفر و 22,000 ديسز مينلي امونج التشيلدرن. قبل 1970 كان في 9 كونتريز هاد اكسبيرينس كيسز اوف دينجو هيموراجيك فيفر. Since then, the number has increased more than 4-fold and continuous rise. وفي تزايد. في بانديميك حصلت سنة 1998 in which 1.2 مليون cases of dengue fever and dengue hemorrhagic fever were reported from 56 countries worldwide. في السلايدز كلها بتشرح بعد كده قد ايه في تزايد عبر الازمنه وفي اكستنشن وسبريد بين كونتري التانيه، وبالتالي الماجنيتيود اوف ذا بروبلم بتزيد. وعشان كده بنقول ان التشالنج من فور ناشونال انترناشونال هيلث اجينيسيس از تو ريفرس ذا ترند اوف انكريزد الابيديميك دينجو اكتيفيتي اند انكريزد الانسيدنس اوف دينجو هيموراجيك فيفر. في تحدي قدام الناشونال انترناشونال هيلث اجينيسيس عشان ترجع الصوره تانيه تبقى ليميتد وتقلل الانستنس وتقلل الفاتيليتي وتقلل السبريد بتاع الدينجو هيموراجيك فيفر. دي بعض كيرفز بتوضح قد ايه الانتشار الحالات وزيادتها عبر اليرز من سنة 55 لسنة 2007، وكل مدى في تزايد في عدد الحالات وفي زيادة في عدد الكونتريز اللي بيظهر فيها حالات. Contra indication قلنا للتشيلدرن اقل من 9 شهور عشان immune system not well developed هو life attenuating vaccine. البريجننت وومن، people with severe allergy للايج بروتين اللي هو بيبقى الميديا بتاعته، people with severe immune deficiency، وده طبعا. لكن في النهايه انا بحسب برضو الريسك بينفيت ريشيو، يعني احيانا ممكن ادي للبريجننت مازر لو انا عندي سيفير كده. برضو يمكن اتكلمنا وهو تكرار لكلام، هو نفس الفاكتور بيهايند السبريد، ان انا عندي رابيد بوبوليشن جروس، عندي اربانيزيشن، عندي ان ادكويت بيزك اربان انفراستراكشر، ما فيش عندي انفايرومنتال سانيتيشن كويس، الكلايماتيك تشينج، ديفورستريشن، انكريز الانترناشونال ترافل، فاكتور بيهايند الانكريز وانكريز الانترناشونال كوميونيكال تريد. ده برضو كانوا لو فتحنا النت عن الدينجو فيفر نلاقي ان زيادة استهلاك اطارات السيارات والاطارات السيارات القديمة اللي بتترمى بيتجمع فيها ووتر وتتحول لبريدنج بليسز اوف موسكيتو، وبقى تزود لي السبريد بتاع الدينجو فيفر. وانكريز الاير ترافل والبريك داون اوف فيكتور كنترول ميجرز، دي برضو نفس الفاكتورز بيهايند الدينجو فيفر. وظهور الدينجو فيفر الخريطة يمكن بتوضح الكلام، ما بين قبل 1960 وبعد 1960 لزيادة الدينجو فيفر. والماب التانية دي بتوضح لي الكونتريز أو الاريا at risk of dengue fever transmission، كلها مابس along time بتوضح لي انكريز الدينجو فيفر وحالات الدينجو فيفر. المود اوف ترانسميشن البايت اوف انفكتد موسكيتو مينلي الايديس ايجيبتي. في اذر تايبس اوف موسكيتو في اماكن مختلفه، ممكن تكون برضو هي زي ما قلنا في اليلو فيفر، ممكن تختلف الايديس ايجيبتي تايب من مكان للتاني، لكن هي الفيكتور اوف ترانسميشن. البيكتشر دي جميله جدا اللي كنا بدانا نتكلم عنها في اليلو فيفر، ان انا عايز احكي القصه كده، ان شخص بيبقى عنده دينجو فيفر او يلو فيفر، الاورجانيزم بيدخل له الفيروس عن طريق بايت اوف موسكيتو، بيدخل جوه البلاد بتاع الهيومن، بيتكاثر، بيحصل مرحله فايريميا بتفضل حوالي 5 ايام. لو جت موسكيتو قرصت الشخص ده وهو في مرحله الفايريميا وبيبقى فيبرايل،
بتاخد منه البلاد، بيبقى مليان بالفيروس، تاخد جرعة من البلاد فيها فيروسز. الفيروس كان مر جوه الهيومن ب انكوبيشن بيريود معينة اللي هي انترنسيك انكوبيشن بيريود. بعد كده بيدخل جوه الموسكيتو، يمر برضو بانكوبيشن بيريود تانية بنسميها اكسترنسيك انكوبيشن بيريود، لغاية ما يحصل فيريميا جوه الموسكيتو أيضا. بعد كده تيجي الموسكيتو تقرص انا سسبتابل بيرسون، تنقله الانفكشن وهكذا. يبقى انا عندي نوعين من الانكوبيشن بيريود، انترنسنج واكسترنسنج انكوبيشن بيريود. النقطه اللي عايز اقولها هنا كمان، وعشان كده كنا بنقول في ليلو فيفر ان بعتبر الايدس موسكيتو ريزرفوار اوف انفكشن، ليه؟ ان بيحصل ان الموسكيتو دي بيدخل الفيروس دي ان ايه في الجينيتك ستراكشر بتاعها، فلما بتيجي تنزل اكس بيبقى الاكس دي جواها الفيروس موجود. لما يحصل لها هاتشنج يطلع عندي جينيريشن من الموسكيتو كارينج الفيروس من غير ما تبقى بايت انفكتد بيرسون، وده اللي بنسميه ترانس اوفاريان ترانسميشن او الفيرتيكال ترانسميشن. وعشان كده بعتبر ان الايدس ايجيبتيا موسكيتو اتس اولسو ا ريزرفوار اوف انفكشن. دي الايدز ايجيبتيا موسكيتو الفيكتور، الانكوبيشن بيريود من 3 ل 14 دايز، كومالي من 4 ل 7 دايز. البيريود اوف كوميونيكابيلتي، نو دايركت بيرسون تو بيرسون ترانسميشن، بيشنت انفكتيف فور موسكيتو شورتلي بيفور فيبرايل بيريود. السسبتابيلتي جنرال بوبوليشن سسبتابل لدينجو فيفر انفكشن، بات التشيلدرن مور ذان الادلتس. الريزرفوار الهيومن والايدز ايجيبتيا سايكل والمونكي وموسكيتو سايكل في الفرد. ريسك فاكتور فور دينجو هيموراجيك فيفر، هاي ريسك في السكندري انفكشن، هاير ريسك ان لوكيشن ويز تو اور مور سيرو تايب سيركيوليتنج سيمتينيوسلي ات هاي ليفل، بنسميها هايبر انديميك ترانسميشن. يبقى الريسك فاكتور ان الدينجو فيفر توصل لمرحله السيفيريتي وتبقى هيموراجيك فيفر وتبقى مالتي اورجان افكشن، وممكن يحصل سيفير هيموريج اند ديس اند اورجان فيلير، ان يبقى في سكندري انفكشن. وزي ما قلنا قبل كده اكوردنج للسيفيريتي بتاع السيروتايب، وان يبقى في اكتر من سيروتايبس موجودين في نفس الوقت، واللي احنا بنسميه هايبر انديميك انفكشن. انكريز ذا بروبابيليتي اوف دينجو هيموراجيك فيفر، زي ما قلنا الهايبر انديميستي ان اكتر من سيرو تايب يبقى سيركيوليتنج سيمتينيوسلي في نفس الوقت، لان ده بينكريز ذا سيركيوليشن اوف ذا فيروس، وبالتالي انكريز ذا بروبابيلتي اوف اوكارنس اوف فيرولنت سترين، وانكريز ذا بروبابيلتي اوف دينجو هيموراجيك فيفر. اولسو انكريز ذا بروبابيلتي اوف سكندري انفكشن، بيزود البروبابيلتي اوف اميون انهانسمنت، ويزود البروبابيلتي اوف دينجو هيموراجيك فيفرز. Viral risk factor for dengue hemorrhagic pathogenesis. The virus strain genotype, the epidemic potential, viremia level and infectivity, the virus serotype. The dengue hemorrhagic fever risk is greater for dengue hemorrhagic virus serotype 2 followed by 3, 4 and lastly the less virulent هو dengue hemorrhagic 1. يبقى دي الفاكتور اللي بيزود لي الريسك فاكتورز ان ممكن يحصل دينجو هيموراجيك فيفر، وتحول من جاست دينجو هيموراجيك مايلد فورم الى سيفير فورم اللي فيه هيموليسيس. التريتمنت، عندي ميديكال كير فور سيفير دينجو هيموراجيك باي فيزيشن اند نيرسز كان سيف لايف ديكريزنج المورتاليتي ريت من اكتر من 20% لاقل من 1%. يعني رغم ان يبقى عندي هيموراج ومالتي اورجان افكشن، لكن بي سبورتيف تريتمنت وبالفلويد ترانسميشن والبلاد ترانسفيوجن ممكن ان انا بالكير ده اقلل المورتاليتي ريت من 20% الى 1%. الاميونايزيشن، نو فاكسين، سيفرال فيزز اوف ترايلز ار بريزنت، مازال في محاولات لكن ابتن ناو مفيش اميونايزيشن او فاكسين معين للهيموراجيك فيفر. الفيكتور كنترول، ودي سلايد بقى نفس الكلام فيها مكرر زي ما قلنا في اليلو فيفر، نفس الميجرز بتاع الفيكتور كنترول. بروجرامز تو مينيمايز الامباكت اوف ايبيديميك، ادوكيشن اوف ذا ميديكال كوميونيتي، امبلمنتيشن اوف ايمرجنسي
contingency plan education of the general population. لازم الناس تتعلم المود اوف ترانسميشن والفيرال انفكشن ده ممكن يأفكت الهيلث بايه. حتة مهمة جدا عايزين نقولها برضو في ان الدنج فيفر كان حصل اوت بريك في محافظة من محافظات البحر الاحمر، اعتقد محافظة القصير اذا كان المسمى صحيح. وكنا بنقول ليه البلد دي بالذات هي اللي حصل فيها الاوت بريك قوي، فرجعوا للاسباب لقوا ان البلد دي عندها بور انفايرومنتال سانيتيشن، مفيش سيف ووتر سورس اوف ووتر سيف ووتر سبلاي، وبيجمعوا الووتر كيف تانكس كبيره قوي بره البيوت وجوه البيوت لكن ما بيعملوا لهاش كفر، فبالتالي اتحولت للارج اريا اوف بريدنج بليسز للموسكيتو، ففي جنريشن عالي جدا من الموسكيتو، ومع وجود حاله انفكتد ممكن تدخل البلد من غير اي بروكوشن، والموسكيتو تقرس الكيس دي ويبتدي يحصل السبريد ما بين الموسكيتو وما بين الناس. واحنا قلنا مشكله كمان ان الموسكيتو بيبقى مع نيو جينيريشن بتاعها مع الايجز بتطلع موسكيتو كارينج الفيروس اللي هو ترانس فاريانت ترانسميشن، فحصل لارج ايبيديميك في الكونتري دي. الريفت فالي فيفر، قبل ندخل على الريفت فالي فيفر احنا قلنا يلو فيفر سميناها يلو فيفر لان هي فيها ديب جوندس في الاي فسميناها اليلو فيفر. الدينجو فيفر اسمها البريك بون فيفر لان من ضمن المانيفستيشن بتاع الدينجو فيفر احنا يمكن ما اتكلمناش عن كلينيكال مانيفستيشن قوي، هي برضو انفلونزا لايك سيمتومز، ومن ضمنها انها بتدي سيفير بين في المسل والجوينت والبين، فعشان كده سميت بالبريك بون فيفر. وبرضو كالعادة 85% من الحالات تبقى سيلف ليميتد و 15% تدخل في السيفير فورم و 50% من السيفير فورم بيحصل له ديس. وطبعا قلنا ان في ريسك فاكتورز بتحول حالة الدينجو فيفر الى دينجو هيموراجيك فيفر، منها الريكارنت انفكشن ووجود اكتر من سيرو تايبس في نفس الوقت اللي هي الهايبر انديمستي والفيرولانس والفيرولانس ليفل بتاع الجينوتايب. قلنا ان جينوتايب 2 هو الاخطر يليه 3 4 واقل فيرولانت هو جينوتايب 1. ريفت فالي فيفر او ما يسمى بحمى الوادي المتصدع، ودي اكتشفت في كندا في وادي اسمه الوادي المتصدع وعشان كده سميت بهذا الاسم. It is an acute fever caused by viral agents that affect domestic animals such as the cattle, the buffalo, the sheep, the goats, the camels, and the humans. اليلو فيفر زي ما احنا قلنا انها كاتمت ديزيز اللي بدأت تختفي من العالم، لكن في changes حصلت، في climatic changes وفي حاجات كتير أدت لظهور عدد كبير من الديزيزز بقى اللي احنا ممكن نقول عليها re-emerging infection زي ما اتكلمنا في المحاضرات السابقة، ان بدأت تقل وبدأت المستوصفات والاماكن بتاعتها نسبة كبيرة منها خلاص يقول ان هو ما عادش حالات recorded عنده، وبدأت بعد كده يظهر عندي ظهور حالات اكتر. ايه الكوزز behind الريفت فالي فيروس؟ Magnitude of the problem, approximately 1% of humans that become infected with Rift Valley virus die of the disease. High economic loss due to death and abortion. هو هنا في Rift Valley أنا هو zoonotic disease اللي بيهمني فيه هو الثروة الحيوانية لأنه بيأفكت الدوميستيك أنيمالز وبيحصل لها ديس وبيحصل لها أبورشن، فبيبقى فيه إيكونوميك لوس عالي جدا، وده يمكن أكتر حاجة أو أكتر ماجنتيود للبروبلم بتاعة الريفت فالي فيفر، لكن حالات الهيومن فيها فيري رير. الماب دي هنا بتوضح لي في أفريكا البلو كولر بيوضح لي الانديميك اريا، وواضح طبعا ان من ضمنهم ايجيبت، والجرين اوكيجنال كيسز في حصل فيها فيروس ايزوليشن. الاوكرنس طبعا عندي مجموعه من الاوت بريكس كده حصلت، وفي جيوغرافيكال ديستريبيوشن للريفت فالي فيفر. اوت بريك ريكوجنايز فيرز زي ما قلنا في الريفت فالي ريجون في كينيا سنه 1930 او 31، في دامجنج اوت بريك ريكوردد في سب سهارا افريكا والنورث افريكا كانت في السودان سنه 76،
في إيجيبت 77 و78 و93، وست أفريكا وموريتانيا 87، في الصومال 93 و97 و98، ميجور أوت بريك في كينيا أند الصومال في سنة 2000، فيرست ريكوجنايزد أوكارنس أوتسايد أفريكا كونتريز كانت في السعودية أرابيا وفي اليمن، وده في 2003 في حصل برضو أوت بريك في إيجيبت، كان في 43 كيسز و17 ديسز، كل الحالات كانوا إيجيبشن فارمرز. An outbreak of Rift Valley fever among animals is generally observed during years in which heavy rainfall and localized. دايما حالات دي أكتر الإجز بتاع الموسكيتو بيحصل لها rabbit hatching لما بيبقى فيه floods، مية كتير وفيضانات، ده بيساعد على الهاتشنج بتاع الإجز، وعشان كده الأوتبريك بتاعها بتبقى أكتر في المواسم اللي فيها الرينفول والفلودينج أوكير. الإكسسيف رينفول allows الموسكيتو إجز usually of the genus Aedes to hatch. The mosquito eggs are naturally infected، زي ما قلنا إن هي جوه الإجز بتاعها في الفيروس موجود، trans ovarian transmission. برضو في ريفت نفس الكلام بينطبق في ليرو فيفر مع الدينجو فيفر مع ريفت فالي فيفر. And the resulting mosquito transfers the virus to the livestock on which they feed. Once the livestock is infected, other species of mosquito can become infected from the animals and can spread the disease. In addition, it is possible that the virus can be transmitted by other biting insects. ممكن يبقى في other biting insects غير الأيديس mosquito ممكن تكون هي اللي بترانسميت الانفكشن. التريتمنت عندي ميديكال كير فور سيفير دينجو هيموراجيك باي فيزيشن اند نيرسز كان سيف لايف ديكريزنج المورتاليتي ريت من اكتر من 20% لاقل من 1%. يعني رغم ان يبقى عندي هيموراج ومالتي اورجان افكشن، لكن بي سبورتيف تريتمنت وبالفلويد ترانسميشن والبلاد ترانسفيوجن ممكن ان انا بالكير ده اقلل المورتاليتي ريت من 20% الى 1%. الاميونيزيشن نو فاكسين سيفرال فيزز اوف ترايلز ار بريزنت، ما زال في محاولات لكن ابتن ناو ما فيش اميونيزيشن او فاكسين معين ل المود اوف ترانسميشن. الفيكتور اوف ترانسميشن هو الكوليكس باي بينس ان امبورتنت فيكتور ان ايجيبت، والشون تو فيد preferentially on febrile rather than normal sheep. يعني دايما الموسكيتو بتفضل ان هي تقرص الانيمال اللي هو عنده فيفر الفبرايل اللي في مرحلة الفيريميا. المود الفيكتور اوف ترانسميشن انا اسفه، في اليولو فيفر هو الايديس ايجيبتيا، وفي الدينجو فيفر، في الريفت فالي فيفر هو الكوليكس باي بينس. المود اوف ترانسميشن either exposure to either the blood or other body fluids of infected animals. This exposure can happen during the slaughtering or handling of infected animals or assisting animal pairs or by touching contaminated meat during the preparation of food. بمعنى ان انا ممكن الانفكشن يجي للهيومن لما الناس اللي بتتعامل مع الانيمال، سواء الفارمر الفيترينري دكتور، الناس اللي بتشتغل في عملية السلافرينج ذبح الحيوانات أو إني هاندلينج مع الأنيمال، ويحصل تاتش مع البلد أو مع البلادي فلويدز، أو حتى تاتشينج للميت وهي لسه فريش ميت وكونتامينيتد، ممكن يحصل ترانسميشن للإنفكشن. الإنفكشن ثرو إيريسول ترانسميشن أوف ريفت فالي فيفر فيروس هاز ريزلتد فروم كونتاكت ويز لابوراتوري سبيسمن زي ما قلنا كونتيننج الفيروس. There is some evidence that human may become infected by ingestion and pasteurized or uncooked milk from infected animal، لكن ده مش proved. لكن المين two sources أو two modes of transmission، إما infection من الإيريسور بتاعة السامبل أو السبيسمن containing الفيروس، وده بأكتر ناس بتعرضوا لها الناس بتاع اللابوراتوري workers، أو الإكسبوجر للبلد أو البادي فلويدز من الإنفكتد أنيمال، وخصوصا مع السلافرينج او الهاندلنج، او لو في حاله كونتاكت مع التيشو بتاع الابورشن، او تاشن كونتامينيتد ميت ديورنج البريباريشن اوف فود. There is also still a theoretical risk of transmission of the virus from infected patient to healthcare workers through contact with infected blood or tissue.
just theoretical. To date, no human-to-human transmission and no transmission to healthcare workers when the standard infection control precaution taken. لازم يبقى في standard infection control precautions موجودة تمنع transmission of infection. A reservoir of infection لـ Rift Valley Fever, الكاتل, الشيب, الجوتس, الهيومانز. Trans-ovarian transmission on mosquito may contribute to maintenance of infection. طبعا حتى trans-ovarian transmission دي هي ممكن تكون behind the endemicity of most arthropod-borne infection. لأن أنا عندي generation عالي جدا من الموسكيتو carrying already the virus, not need to bite infected person. Incubation period في الهيومن من 3 ل 12 يوم, average من 2 ل 6 في الانيمال. في newborn lambs وكيدز وكالفز and babies is about 12 hours. In adult sheep وكاتل وgoats and dogs the incubation period may be as long as 3 days. مين هم الـ at-risk group؟ زي ما قلنا قبل كده الـ at-risk group اللي ممكن يتعرضوا للإنفكشن كل الناس اللي بتتعامل مع الـ animal. Animal, herdsmen, aperture workers, other individual who work with animal في Rift Valley virus endemic area have an increased risk of infection. A person in high risk professions such as a veterinary في الناس بتشتغل في الاسترافر هاوس worker كل دول عندهم تشانس ليه ان ممكن يحصل لهم الانفكشن. كل البيرسون اللي بتتعامل مع الانيمال او في كل البروسيسز بتاعتهم سواء في التربية في حالة الابورشن في حالة السلافرينج في حالة الفيترينري كير الناس اللي بتتعامل مع عينات التحاليل كلها كل الناس دي ريسك جروب للانفكشن. المود اوف ترانسميشن الفيكتور اوف ترانسميشن هو الكوليكس باي بينس ان امبورتانت فيكتور ان ايجيبت وشون تو فيد preferentially on febrile rather than normal sheep. يعني دايما الموسكيتو بتفضل ان هي تقرص الانيمال اللي هو عنده فيفر الفبرايل اللي في مرحلة الفيريميا. الاميونيزيشن هل في اميونيزيشن للانيمالز؟ An inactivated vaccine has been developed for human use. However, this vaccine is not licensed and is not commercially available. Up till now, no vaccine للhuman. It has been used experimentally to protect the veterinary and the laboratory personnel as a high risk of exposure. Other candidate vaccines are under investigation. The preventive measure المفروض أنا بعمل controlling للديزيز في الانيمال. طبعا الـ good rearing للانيمالز والveterinary care of animal والvaccinations of animal وcontrol the spread of infection between animals كل دي measures بتقلل الايه السبريد بتاع الانفكشن. Controlling disease in animal, public health education and risk reduction, infection control in health care settings عشان امنع transmission للhealth care providers, vector control measures اللي اتكلمنا عنها قبل كده, forecasting and climatic models ودي حاجه advanced قوي عشان الكلايماتيك تشينج والرول بتاعها في السبريد والانكريز بتاع الانسيدنت. Controlling Rift Valley Fever in animal وده most important outbreak Rift Fever بتحصل في الانيمال can be prevented by sustained program of animal vaccination. The types of available vaccine عندي life attenuating vaccine when activated virus vaccine. ايه الادفانتج بتاع كل واحده life attenuated vaccine only one dose of the live vaccine is required to provide long term immunity about 3 years. But the vaccine that is currently in use may result in spontaneous abortion للanimal if given to pregnant animals. Restricting or banning the movement of livestock may be effective in slowing the expansion of the virus from infected to uninfected area. دايما لما بيحصل infection في animal فأنا بحاول أحدد السبريد. دايما بنقول إن أنا بقى عندي دايرة في أي انفكشن كل ما أعمل كلوجر على المكان وأمنع السبريد إن هو توصل لدوائر أوسع وينتشر. فريستريكتنج الموفمنت هنا very important. As outbreak of Rift Valley Fever in animal precede human cases, the establishment of an active animal health surveillance system to detect new cases is essential in providing early warning for veterinary and human public health research.
طبعا السيرفران سيستم او جهاز المتابعه والارصاد لاكتشاف للايرلي ديتكشن لاي حاله في الانيمالز، ده بيساعدني على ان اعمل بسرعه انترفينشن وامنع السبريد اف انفكشن. البابليك هيلث ايدوكيشن اند ريسك ريدكشن ريدوسينج ريسك اوف انيمال تو هيومن ترانسميشن از ا ريزلت اوف انيمال هازباندري او سلافرنج براكتسز والبروكوشن ماست بي تيكن والانسيف كونسبشن اوف بلاد اند رو ميلك والانيمال تيشو، المفروض كل الحاجات دي سواء بلاد او ميلك او رو ميلك او انيمال تيشو، كل الحاجات دي ماست بي ثرلي كوكد عشان هي الفير منها لما بتبقى فريش كونتامينيتد، لكن بعد كده مع اليوز العادي ومع الكوكينج ما بيقاش فيها اي مشكله في الترانسميشن. Measures to decrease the contact with mosquito and other blood-sucking insects through زي ما قلنا قبل كده the use of mosquito repellent, impregnated mosquito nets, wearing light-colored clothes, avoid outdoor activity at peak mosquito activity وده بيبقى للناس اللي هم الworker بيبقى occupational exposure فبياخدوا البروتكتيف measures دي عشان يقللوا الريسك of mosquito bite وبالتالي الريسك of transmission لل الانفكشن كنترول في هيلث كير سيتنجز بمنع اي انفكشن من خلال جود ابلكيشن للستاندرد بروكوشن في الهيلث كير فاسيليتي عشان امنع الترانسميشن للهيلث كير. بالنسبه للفيكتور كنترول بنكمل برضو ان احنا ممكن نستعمل لارفيسايدال سبستانسز دي بتقتل اللارفا وبتقلل بتمنع البريدنج بتمنع الهاتشنج اوف ذا ايجز وبالتالي بتقلل الموسكيتو وخصوصا في فترات الفيضان اللي بيزيد فيها قوي الايه الهاتشنج بتاع الايجز وانكريز الموسكيتو جينيريشن. اتكلمنا عن 3 فايرال ارثروبود بورن انفكشن، 3 اكزامبل لهيموراجيك فيفرز اليولو فيفر الدينجو فيفر اند ريفت فالي فيفر. ناو وي ويل بريزنت وان اكزامبل اوف بكتيريال ارثروبود بورن انفكشن فيري امبورتنت ويتش از ذا بليك. دي الايدز ايجيبتيا موسكيتو الفيكتور الأورجانيزم بتاع البليك هو اليرسينيا بيستيزيز بكتيريا جرام نيجاتيف كوكو باسيلس نان موتايل انتيرو بكتيريو سيا فاميلي نان سبور فورمينج انلايك انثراكس فاكالتيتيف انيروب اوبليك بارازايتس. دي فكرة عن كميكروبيولوجيا عن الأورجانيزم. أنا اللي يهمني في البابليك إن هو جرام نيجاتيف كوكو باسيلس اسمه اليرسينيا بيستيزيس أورجانيزم وده بكتيريال اللي بيحصل في البليك. البليك هو الفيكتور بتاعه إيه؟ الفيكتور بتاعه في عندي حاجتي، عندي الرات والرات فلي. الرات فلي لما بتعمل بايت لانفكتد بيرسون الفلي فيدز اون ذا اورجانيزمس يرسينيا بيستيزيس
in infected blood بتدخل الأورجانيزم بتدخل في الفلي. أنا عندي دايما في حاجات بيبقى فيه فور جات وميد جات وهايند جات في الرات، بتدخل للميد جات بيحصل لها مالتبليكيشن، بيتجوع منها كمية كبيرة جدا جدا من الأورجانيزم، بتعمل بلوكينج للفلي فور جات. الفلي بيبقى عايز ياخد نيكست ميل، البلاد ما بيقدرش يدخل للميد جات، الجات الفلي الرات بيبقى الفلي اسفه بيبقى فيري هانجري. الفلي بايت القرصه بتاعت الفلي للهيومن فيجوراسلي بقوه اند ريجوريجيتس، بترجع كل الكونتنت اللي عندها في الميد جات في الوند اللي بتعمله عند الهيوم. يبقى الرات فلي بتبايت انفكتد بيرسون، تاخد انفكتد بلاد، الاورجانيزم يحصل له مالتيبليكيشن في الميد جات، يعمل بلوكينج للفور جات، الفلي ما تقدرش تاخد نيكست ميل وتحس انها هانجري، تبايت سسبتابل هوست فيجوراسلي بقوه ويحصل ريجوريجيتيشن، ارتجاع لكل الكونتنت اللي عندها ده في النيكست وونت عشان تقدر تاخد هي انذر ميل. وهنا يحصل زي ما قلنا البليك كان زمان بيأتاك مليونز اوف بيرسونز، بيسبب ديسريت عاليه جدا، كان بيعمل بانديميكس وابيديميكس، لكن مع الكنترول ميجر ومع وجود التريتمنت اصبح البليج ريستريكتد لسم انديميك فوكاي ان ذا وورلد. دي التو سلايدز دول بيشرحوا الاوت بريكس اللي مرت في البليجز في القرن العشرين على مدى السنين، نتصفحها ل incubation period في الهيومن من 3 ل 12 يوم، average من 2 ل 6 في الانيمال، في newborn lambs و kids و calves and babies is about 12 hours. In adult sheep و cattle و goats and dogs the incubation period may be as long as 3 days.
الكنترول ميجر، عندي كنترول ميجر للكيسز والكونتاكت وللوركرز ان مانجمنت تيم، وفي عندي ايبيديميك ميجرز. بالنسبه للكونتاكتس لحالات البليك بنعمل، بالنسبه للكيسز اسفه، بالنسبه للكيسز بنعمل طبعا زي ما خدنا في الكنترول ميجر ايتمز، بعمل كيس فايندنج لازم بالهيستوري تيكينج وبالاكزامينيشن باللابوراتوري انفستيجيشن، يبقى الحاله بروفد ان هي حاله بليك. بعد كده بعمل نوتيفيكيشن للهيلث اوثوريتي وللدبليو اتش او، بنعمل ايزوليشن للكيس في هوسبيتال او سبيشال بليس، بعمل هيفي داستنج اوف اني بليس ات هوم وير الفلي مي بي فاوند، وبديله التريتمنت، وبعمل له ريليز لما الحاله تبقى كلينيكالي فري. بالنسبه للكونتاكت بنعمل داستنج وذ انسكتسايد عشان اموت اي فلي عليه، بنعمل له سيرفلانس لمده 10 ايام اللي هي الماكسيمم انكيوبيشن بيريود فور كيس فايندنج. ولكن حالات النيومونيك كيسز الكونتاكت اوف نيومونيك كيسز لان دي سيفير كيسز، فبتعامل مع حاله الكونتاكت كانها كيس وبعمل لها ايزوليشن في سبيشال بليز، بديله كيمو بروفلاكسز. بالنسبه للابيديميك ميجرز بدي كيمو بروفلاكسز للات ريسك جروب، بعمل كيس فايندنج ومانجمنت، ابلاي ميثود للفري رازر زان الرات، زي ما قلنا انا بموت الراتس، بموت الفري الاول وبعدين الراتس، ماس فري كنترول اول بليسز وير الراتس اند الفري مي بي فاوند ماست بي هيفلي داستد with suitable insecticide. في كيمو بروفلاكسز باي اورال تتراسايكلين زي ما قلنا لكل الممبر اوف ات ريسك جروب. الكيس فايندنج اونلي ذا فيرست سسبكتد كيسز كان بي كونفيرمد باي لابوراتوري انفستيجيشن. بتطبيق الكنترول ميجر للكيسز والكونتاكتس والوركر في المانجمنت تيم والابيديميك ميجرز، بقدر اعمل كنترول للكيسز اوف بليك We avoid the spread of infection للأذر. الانفكشن كنترول، الايزوليشن اوف بيشن انتل 48 hours to avoid the droplet infection. Surgical mask, gown, gloves, eye shield. Close contact who reviews البروفلاكسس must be watched carefully every 7 days. Alert hospital personnel, limited aerosol generating procedures. The infection control في الحلاقة الهيلث فاسيليتي to avoid the spread of infection للبليك. And thank you.